يسأل هل يجوز الدعاء بالشفاء لغير المسلم؟ نعم يجوز الدعاء بالشفاء لغير المسلم إذا لم يكن في حياته ضرر على الإسلام وأهله. يعني مجرد شخص كافر مريض هل يجوز أن أدعو الله له بالشفاء؟ يجوز، ويجوز أن أساعد في تطبيبه أيضا. والنبي دعا للمشركين لما دعا عليهم ومنع الله القطر من السماء فجاعوا وأكلوا الجيف، أتوه وقالوا يا محمد ادعوا الله لنا، فدعا الله لهم فكشف الله الغمة كما قال تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وموسى عليه السلام لما أتاه آل فرعون يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، في الآيات الأخرى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، دعا لهم موسى عليه السلام كما هو معلوم.